إن أردت أن ترى مدينة آسيو إفريقية متفردة عليك زيارة بورسعيد. لو قرأت كل كتب التاريخ لن تجد إلا مدينة واحدة عاشت وعايشت وشاركت في 6 حروب، بداية من الحرب العالمية الأولى والثانية، مرورا بحروب عام 1956 وعام 1967، ونهاية بحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر من عام 73. إنها بورسعيد، قلعة النضال والفداء والشموخ. بورسعيد التي قال عنها تشي جيفارا في رسالة إلى الرئيس جمال عبد الناصر: من أرضكم استمد ثوار أمريكا اللاتينية القوة. لقد منحتنا بورسعيد العزيمة لتحرير كوبا. وقال عنها الزعيم الجزائري الخالد أحمد بن بيلا: بورسعيد قبلة النضال العالمي. أما رمز النضال النسائي في العالم، الجزائرية جميلة بحريت قالت: وأنا في بورسعيد أشعر وكأن رأسي تتجاوز السحاب، لأني أسير على أرض الأبطال. الله أكبر، الله أكبر. أي شعب يستطيع إذا كانت له الإرادة القوية أن يتحول أبناؤه إلى أجسام من فولاذ من حديد. اديته هنا المثل في بورسعيد: حينما تعرضتم للغارات وحينما تعرضتم للعدوان، اديته المثل الكبير إن الطوب داب والحديد داب، ولكن الرجالة ما دابوش. أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمان.